يتعلق الأمر بعملية جد جد نوعية تم تأطيرها من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة طبعا لأمن ولاية سطيف. جاءت بعد استغلال معلومات وردت إلى علم عناصر هذه الفرقة كانت تفيد بتحركات مشبوهة لأفراد يحتمل تورطهم في تزوير العملة. طبعا تم فتح تحقيق، تم إطلاق تحريات أقل ما يقال عنها أنها احترافية وجدية، مكنت من توقيف 6 أفراد ليشكلوا هذه الشبكة مع حجز مبلغ هام وهام جدا من العملة الصعبة قدر ب 3,010,000 يورو مزورة. طبعا تم أيضا حجز جميع المعدات التي استغلت في التزوير، تم أيضا حجز سيارتين كانتا تستغلان للتنقل والتموه. طبعا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم هؤلاء أمام سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أحلهم على التحقيق طبعا بتهمة تزوير أوراق نقدية من العملة الصعبة ذات سعر قانوني داخل وخارج الوطن. تم إيداع هؤلاء رهن الحبس بعد ذلك.